اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. لا شك أن قصص القرآن الكريم مليئة بالعبر، ففيها تسلية للمحزونين وتثبيت للمترددين الحائرين. يقول الله تعالى: وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا كانت القصة تثبيتاً لفؤاد وقلب الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، فهي من باب أولى كذلك لمن هم دونه. ولا تزال هذه القصص نبراساً وقدوة لكل مؤمن عاقل، وستكون بدايتنا بمشيئة الله مع قصة عجيبة من هذه القصص القرآنية التي تحكي عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم معتصمين بربهم، إلى أن آواهم الله في كهف نسبوا إليه فيما بعد. إنه تعالى في حقهم: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. ويروى أن هؤلاء الفتية كانوا يعيشون في بلدة بالأردن تسمى طرسوس، وكان أهلها يعبدون الأصنام ويشيدون لها المعابد ويسجدون لها، ولا يرضون أن يمسها أحد بسوء، ويعاقبون كل من يكفر بها ولا يعبدها. المدعو أدونيا بيلاتوس متهم بازدراء كبير الآلهة وإهانته لآلهتنا المقدسة والامتناع عن تقديم القرابين، كما أنه يتبع ديناً آخر غير دين الإمبراطور الأعظم أدريانوس، وبناء عليه فقد حكم عليه بالموت صلباً كي يكون عبرة لغيره ممن ينكرون آلهتنا ولا يقدسونها. اقتلوه! اسلموه! الموت لك أيها الخائن! ولكن من رحمة حاكمنا المبجل دقيانوس أن أوصى بتخفيف العقوبة، شريطة أن تعلن توبتك وترجع عن عقيدتك الفاسدة. أدونيا، هل تمتثل وتعلن توبتك؟ أدونيا، هل سمعت ما أقول؟ نفذوا الحكم. آه يا ولدي، آه يا ولدي الحبيب أدونيا. ولدي، أعلن توبتك يا ولدي، أعلن توبتك. لقد وعد الحاكم بتخفيف العقوبة لو أعلنت توبتك. توب يا ولدي، توب. ويدلنا أيضاً على رفاقه المارقين. هيا يا ولدي، تكلم، لا تتركني أتعذب.
لا تتركني أتعذب وأنا أراك معلقاً هكذا تنهش الجوارح جسدك. تكلم يا ولدي. اطمئني يا أمي ولا تحزني، فلا ألم بعد الموت، ما الجسد إلا ثوب نخلعه عنا حين الرحيل. لا تتركني وحدي يا دنيا، لا تتركني وحدي، لمن أعيش من بعدك يا ولد؟ لا تبكي يا أمي أرجوك، فأنا ذاهب إلى عالم آخر أفضل من عالمكم، إلى جوار ربي الواحد الأحد. خذوه ونفذوا العقوبة. ولدي أدونيا، ولدي اقتلوه، اصلبوه. هكذا كان الحال في تلك المدينة البائسة، مدينة يحكمها الخوف، وكان القليل من المؤمنين يغمسون خبزهم في الحزن ويأكلون. أما الهمس الذي يدور بين جدران البيوت فكان يتردد في خوف، حيث ينتشر جواسيس الحاكم، ثم ما يلبث هذا الهمس أن يذوب في أصداء الصمت. لا تخشوا شيئا، إنه أحد الرفاق. لم أستطع مساعدته، إن الجنود منتشرون في كل مكان. مسكين أيها العزيز أدونيا، وأين باقي الرفاق؟ ذهب كل منهم إلى داره خشية أن يفتضح أمره. كم قتل هذا الطاغية من المؤمنين؟ الكثير، قتل الكثير، لقد أقسم أن يقتل كل من يدخل في الدين الجديد. لابد أن نقلل من لقاءاتنا، فأخشى أن يحل بنا ما حل بالمسكين أدونيا. نعم، فالأمور تسير نحو الأسوأ. وهل عاد ماكسيميليان إلى المدينة؟ أخفض صوتك، لا تنطق اسمه مرة أخرى. هل فهمت؟ فلننصرف قبل أن يفضح نور النهار أمرنا. إلهي اغفر لي ذنوبي، فقد عصيتك كثيرا، كنت أعيش في ضلال، أجرمت في حق الكثيرين، ولم تأتني هدايتك إلا حينما شئت. إلهي ارحمني واغفر لي، أرني علامة غفرانك كي تزول آلامي وينتهي عذابي. أدونيا؟ سيدي ماكسيميليان، صلي من أجلي يا سيدي، فإني أتعذب وأخشى ألا يغفر الله لي. أيها العزيز أدونيا، لا تبتئس، ادعو أنت لي وصلي، فستحل قريبا ضيفا في ملكوت الرب. ألم نكن على صواب يا سيدي؟ بلى بلى يا أخي. إذن لماذا تخلى عنا الرب؟ لم يتخلى عنا، إنه اختبار الرب لإيماننا، فنحن على العهد. اطمئن يا أخي، لن يتخلى الله عنا أبدا. إني خائف، الموت تجربة قاسية. إننا جميعا إلى فناء، الموت ملاقينا لا محالة، وأنت ذاهب إلى رب رحيم. أوصيك بأمي يا أخي. اطمئن، ستكون تحت رعايتي. سيدي أخشى أن يرانا أحد، فلننصرف من هنا.
اشرب اشرب أيها العزيز أدونيا. سأفتقدكم جميعا يا سيدي، وأرجو ألا يحل بكم ما حل بي. اطمئن يا أخي. سيدي، أحدهم آت من بعيد. سيدي ماكسيميليان، الوداع يا أخي، الوداع. الوداع، الوداع يا أدونيا. في هذا المجتمع الذي ساد فيه الفساد والضلال، ظهرت هذه المجموعة من الشباب، قلة قليلة حكمت عقلها ورفضت السجود لغير خالقها، الله الذي بيده مقاليد كل شيء. فتية آمنوا بالله فثبتهم وزاد في هداهم وألهمهم طريق الرشاد. لم يكن هؤلاء الفتية أنبياء ولا رسلا، ولم يجب عليهم تحمل ما يتحمله الرسل في دعوة أقوامهم، إنما كانوا أصحاب إيمان راسخ، فأنكروا على قومهم شركهم بالله الواحد الأحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحضور أيها القائد جوليوس، وكأنك تبحث عن أحدهم. ألا تلاحظ غياب ماكسيميليان؟ لا تشغل بالك به يا عزيزي، فهو المقرب للحاكم. أنسيت أن هيلين زوجته هي ابنة دقيانوس؟ وكيف لي أن أنسى؟ فقد فطر قلبي هذا اللعين بزواجه من هيلين بعد أن فضلته علي أنا جوليوس قائد الجيش. مرحبا بكم جميعا، أرجو ألا تكونوا قد انتظرتم طويلا، فلقد كنت مجتمعا برسل الإمبراطور الأعظم أدريانوس. أعنتك الآلهة يا سيدي، الجميع يقدرون ما تتحملونه من أعباء الحكم. أجل، هذا صحيح،
لقد جمعتكم لأعلمكم بأن الإمبراطور الأعظم أبدى رغبته في حضور احتفالنا بالعيد المقدس لكبير الآلهة. إنهما مناسبتان عظيمتان يا سيدي ديقيانوس، ولا بد أن نتجهز لهما. إنني ومعي كهنة المعبد نتهيأ لهذه المناسبة، ولكن يلزمنا مال كثير يا سيدي. تصرف يا كبير الكهنة، لا تحمل الدولة ما لا تطيق. أيها الوزير أريوس، ماذا تقترح؟ أقترح أن نفرض المزيد من الضرائب لتوفير المال اللازم يا سيدي. فليكن إذن، لا بد أن يتعاون الشعب مع الدولة في توفير ما تحتاجه الآلهة. أم يريدون أن يعبدوها هكذا مجاناً دون مقابل؟ اسمح لي يا سيدي دقيانوس. أيها العزيز ميشلينيا، مستشاري الأمين، لماذا تقف بعيداً؟ اقترب. ماذا تقترح؟ سيدي، إن الشعب يئن من كثرة ما يفرض عليه من ضرائب، وأخشى ألا يستطيع الكثير منهم دفع ما يطلب منهم. إنه واجب مقدس أيها المستشار ميشلينيا. انتظر يا أريوس، أكمل يا مستشاري العزيز، ماذا تقترح؟ أقترح أن نقوم نحن وجهاء وأعيان هذا البلد بتوفير ما يلزم لهذا الاحتفال بدلا من إرهاق كاهل الشعب بالمزيد من الضرائب. ماذا تقول؟ ما هذا الكلام الذي نسمعه؟ نرفض هذا الاقتراح. لا لا، نرفض هذا الاقتراح، إنه يقف ضدنا بجانب الرعاع. أرأيت عزيزي ميشلينيا، يبدو أن اقتراحك لم يحظى بالقبول، لكني أطمئنك يا ميشلينيا، إن شعبنا طيب وصبور ولن يتذمر. ولكن فلنأخذ رأي مستشاري الأكبر ماكسيميليان، مالي لا أراه بين الحضور. طال غيابك هذه المرة يا زوجي الحبيب. كيف حالك يا هيلين؟ وكيف حال طفلنا؟ جميعنا بخير، ولكن مالي أرى وجهك حزينا هكذا؟ مررت على أدونيا أثناء عودتي وأحزنني ما رأيته، لقد صلبه المجرمون بعد أن أوسعوه تنكيلا وتعذيبا. أبي لا يتورع عن قتل وتعذيب من أسماهم بالمارقين الذين يرفضون السجود لآلهتهم المزعومة. إن جواسيس هذا الخبيث جوليوس تنتشر في كل مكان، ولا أريدك أن تمكثي وصغيرنا في هذه البلدة في حال حدث لي شيء. ما هذا الذي تقوله يا زوجي؟ كلامك هذا يخيفني. لقد اقتنيت دارا في مكان آخر أكثر أمانا. ألسنا بأمان هنا وسط أهلنا وديارنا؟ لا يا هيلين، لسنا بأمان، إنها ديار الكفر والضلال. وهل يمكن لأبي أن يؤذينا؟ يمكن أن يفعل أي شيء لو علم حقيقة إيماننا. احترس إذن يا زوجي الحبيب، احترس وليرحمنا الله. أنا لا أملك شيئاً لأدفعه لكم. ونحن لا نملك شيئاً سوى هذه السياط. الرحمة. خذوا قيمة ما تطلبون واتركوا لي شيئاً. بل سنأخذها كلها لقاء ما عليك من ضرائب. يا ويلتي، كيف سأعيش أنا وأولادي؟ اذهب وتضرع للآلهة علها تعطيك شيئا. ولدي
ولدي أدونيا، أين أنت يا ولدي؟ أين أنت؟ أريد أن أكحل عيني برؤيتك أيها الحبيب. أدونيا، أين أنت؟ على من تنادين يا خالي؟ أنادي على ولدي، ولدي أدونيا، أريد أن أراه. أدونيا، إنه صوت ولدي، إنه صوت أدونيا، إنه ولدي، ولدي. أمي، لماذا أتيت إلى هنا؟ إنني أهيم على وجهي يا ولدي منذ أن تركتني. أعودي يا أمي، أرجوك، لم أجأ أن تريني هكذا. اللهم ارحم ولدي أدونيا، اللهم ارحم ولدي. أرجوك يا أمي لا تبكي. خلصه يا إلهي، خلصه يا إلهي من عذابه. ما هذا النور الذي أراه؟ أي نور يا ولدي؟ بل أنوار، أنوار الرب في السماء. إنهم ينادونني، يلوحون لي، إني ذاهب إليهم. من هم؟ من هم يا ولدي؟ إنهم ينادونني، أشعر بسعادة غامرة، لم أعد أشعر بأي ألم، إني ذاهب إليهم، إني آت إليكم يا أحبائي. آه يا ولدي، اذهب، اذهب يا حبيبي، اذهب يا ولدي إلى حيث النور. الوداع، الوداع يا ولدي، الوداع. عد أنت واتركني هنا. سيدي، هل أحضر إليك مرة أخرى؟ لا، فقط دعني وحدي هنا، اذهب الآن. إلهي، إله هذا الكون العظيم، لك وحدك أسجد وأتضرع. نور أنت يا إلهي، نور أنت يا الله، أنت الحق يا إلهي، وما دونك باطل. من هناك؟ قال تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ صدق الله العظيم. يخبرنا الحق سبحانه وتعالى أن ليس في قصة أصحاب الكهف عجب، فقدرته جل وعلا لا حدود لها، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إنما يقصه الله علينا هو أكمل القصص وأحسنها، والمراد منها هو الهداية والاعتبار من أخبار الأولين. بسم الله الرحمن الرحيم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق،
الحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
أخذ دين لا أدري كيف يعبد هؤلاء الحمقى إلهاً لا يرونه ويضحون بأنفسهم من أجله. لا تزعج نفسك يا سيدي، فهو حتى لا يستطيع الدفاع عنهم أو رفع الأذى، إنه إله ضعيف. كيف يعبد الإنسان إلهاً لا يعرف شكله ولا يعلم أذكر هو أم أنثى ولا يستطيع صنع تمثال له؟ ها؟ أجبوني، كيف؟ لو كان إلهاً قوياً لما كان أتباعه بهذا الضعف والذل، فمن يتبعون هذا الدين هم أراذل الناس وعبيدهم. انظروا إلى عظمة وهيبة إلهنا، الإله القوي الجبار. أيها الكاهن الأكبر، أمرك يا مولاي. عليك بإعمار جميع المعابد، أنشئ معابد جديدة وانصب تمثالاً لكل إله، كي يرى الإمبراطور الأعظم حين يأتي ويحضر احتفالنا كيف أننا نوقر ونعظم آلهتنا ونشيد لها أفخم المعابد. إننا نعمل على ذلك وفرضنا المزيد من الضرائب. ضعفوا الضرائب على الناس ولا تأخذكم بهم رحمة، ومن لا يستطيع الدفع يتم تسخيره في التشييد والبناء. لا أريد أن أسمع أعذاراً. ولدي مارتينيوس، كثرت الشكوى منه. ممن؟ ذكر لي الكاهن الأكبر أنه لم يعد يذهب إلى المعبد ولا يوقر الآلهة. لا تشغل بالك يا زوجي العزيز، إنه ما زال في مقتبل العمر. إنه يسبب لي الكثير من الحرج، ولا أريد أن يتسرب أي شيء للإمبراطور حين يأتي. فجواسيس حديثك الليلة غريب يا مارتينيوس. إن ضوء القمر المنعكس على وجهك الملائكي جعلني أحلق في جمالك، فيكون مني هذا الحديث. ألا تبالغ قليلا يا حبيبي؟ أحسست أني أرى ملكا من ملائكة السماء. مارتينيوس، تذكر كثيرا كلمة ملائكة وتشبهني بالملاك، ورغم أن وقع الكلمة جميل على أذني إلا أني لا أعرف معناها. الملائكة يا جميلتي مخلوقات نورانية، أسمى وألطف من مخلوقات الأرض، تسكن السماء بين النجوم والكواكب. تعني أنها تعيش مع الآلهة؟ أي آلهة تقصدين؟ إنه إله واحد فقط، خلقنا جميعا وخلق الكون كله. هذا الكلام يردده أتباع الدين الجديد. وهل يزعجك هذا الأمر؟ إنني فقط أخشى عليك يا حبيبي،
وددت لو تؤمنين أنت أيضا بهذا الدين يا حبيبتي. ها؟ لماذا؟ حتى نتزوج. نتزوج؟ أجل، أنا مستعدة لفعل أي شيء كي نكون دائما معا. أحقا يا حبيبتي؟ حقا يا مارتينيوس. أبي قادم، أبي قادم. إلى اللقاء يا مارتينيوس، إلى اللقاء. أبي. مارتينيوس، أين كنت؟ أتجول في المدينة يا أبي وأتفقد أحوالها. حقا؟ لماذا تغيبت عن اجتماع الأمس؟ هل كنت تتفقد أحوال المدينة أيضا؟ ماذا تريد أن تقول يا أبي؟ اشتكى لي كبير الكهنة من أنك لم تعد تذهب للمعبد، وأنك لا تنحني أمام الإله الأكبر حين تمر به. لقد سئمت هؤلاء الكهنة، ماذا يريدون مني؟ يجب ألا يشوب سلوكك أي شائبة، فأنا أعدك لمنصب كبير، وسيأتي يوم تخلفني فيه في الحكم. سيكون أول شيء أفعله هو التخلص من هؤلاء العاطلين. هل جننت؟ إن سلطاننا وسطوتنا لا تأتي إلا في وجود كهنة المعبد وسدنته. في وجودهم ضمان لاستمرار سلطاننا. إنهم لا يفعلون شيئاً سوى جمع الذهب والفضة. إذن ما قيل لي صحيح. وما ذاك يا أبي؟ أنك تخالط هؤلاء المارقين الخونة. أنا لا أدري عما تتحدث. أبي، هل تتهمني بالخيانة؟ سنرى إن كان ما قيل صحيح أم لا. أي آلهة غليظة تلك التي يعبدونها وترضى عن قتل الإنسان لأخيه الإنسان؟ الإله الحق لا يرضى بالظلم والقتل. كأن العالم قد أصيب بالعمى. إلى متى سنظل صامتين على ما يحدث يا ماكسيميليان؟ لا نملك إلا الصبر، ولكن على أي الأحوال فإن مقامنا في هذه البلاد لن يطول. ماذا يدور برأسك يا ماكسيميليان؟ قريبا سأطلعك على ما أفكر فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد حروف القرآن حرفا حرفا، وعدد كل حرف ألفا ألفا، وعدد صفوف الملائكة صفا صفا، وعدد كل صف ألفا ألفا، وعدد الرمال ذرة ذرة، وعدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك في برك وبحرك وسائر خلقك. بيّنت لنا قصة أصحاب الكهف قيمة الإيمان وأثره العجيب في النفوس المؤمنة، فقد ذكره الله تعالى بقوله: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. فهاجروا من ديارهم ولجأوا إلى كهف ضيق مظلم يحملون راية عقيدتهم وإيمانهم أمام جبروت الكفر والطغيان. لقد أدركهم الله بلطفه فقال سبحانه: وربطنا على قلوبهم، كي يتحملوا ما يصادفهم من شدائد ويصبروا على مفارقة ما كانوا فيه من نعيم. فالإيمان الصادق متى استقر في القلوب هان كل شيء في سبيله. والقصص التي وردت بصورة الكهف بيّنت أن المتاع الحقيقي للحياة الدنيا ليس في المال أو الجاه والسلطان، بل يكون بإخلاص العبودية لله وحده. إلهي، أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ولا تجعل لهم علينا سبيلا. اللهم اربط على قلوبنا واهدنا سبيل الرشاد، إنك أنت الله الواحد الأحد، رب الأرباب وخالق كل ما في هذا الكون. سيدي ماكسيميليان، اقترب اقترب يا أخي يمليخة. أعتذر أني قطعت عليك الصلاة. لا عليك، ما الذي تحمله معك؟ أحمل إليك بعض الحليب، فأنا لا أملك غيره. جزاك الله خيرا يا أخي. سيحل الظلام يا سيدي، ولا بد أن أعود بأغنامي. وأنا أيضا سأعود إلى داري. رعاك الله يا سيدي. هيا أيها الكسالى تحركوا، لقد اقترب موعد الاحتفال العظيم، واقترب معه موعد وصول الإمبراطور، وما زال أمامنا الكثير من الإنجاز. لقد أخرجت جميع من بالسجون لتسخيرهم في البناء وتشييد المعابد،
إن أكثرهم يتبعون الدين الجديد. اضطررنا للاستعانة بهم وبغيرهم ممن عجز عن دفع الضرائب. ها قد أتى جاسوسك، لعله يحمل من الأخبار ما يسرك. طاب يومك يا سيدي. ماذا عندك؟ لقد كاد يكتشف أمري. أيها الغبي، كيف ذلك؟ اطمئن يا سيدي، فلقد حال الظلام دون أن تكتشف هويتي وأسرعت بالفرار. يبدو أنني أخطأت بالاعتماد على أبله مثلك. ماذا أفعل يا سيدي؟ فأنا أقضي يومي كله أمام داره، ولكنه عاد بالأمس سائرا على قدميه بعد أن قضى نحو نصف يوم بعيدا عن داره. وأين كان طوال هذا الوقت؟ لا أعلم يا سيدي. سأزودك بجواد كي تتبعه أينما ذهب، واحذر أن يكتشف أمرك. انصرف الآن. سمعا وطاعة يا سيدي. ماذا تقول يا ماكسيميليان؟ ما ذكرته لك يا أخي ميشلينيان. هل وصل الأمر بهذا الخبيث أن يرسل جواسيسه خلفك؟ يبدو أنه لم ينسى أمر زواجك من هيلين. لا لا يا ميشلينيا، الأمر أبعد من هذا. ماذا تعني؟ يجب أن نكون أكثر حذراً وأن نقلل من اجتماعاتنا، فربما أنت والجميع أيضاً مراقبون. كلما اقترب موعد هذا الاحتفال المشؤوم أشعر بأن شيئاً جللاً سوف يحدث، وأنا أشاركك هذا الإحساس. لا أتصور أني سأشارك في تقديم القرابين لهذا الإله المزعوم، وأني سأنحني أمامه. وماذا سنفعل سعادة؟ أدعو الله ألا يأتي علينا هذا اليوم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السيد ماكسيميليان كبير المستشارين. مرحبا بمستشاري الأمين وصهري العزيز. اذهب أنت الآن. طاب يومك يا سيدي. ما لي أراك متجهما؟ هل حدث شيء؟ سيدي، أرجو أن تكبح جماح قائد الحرس، فلقد زادت أفعاله عن الحد. من؟ جوليوس؟ إنه لا يفتأ يرسل بجواسيسه يتبعونني أينما ذهبت، بل إنهم يقبعون أمام داري. السيد جوليوس قائد الحرس. اسمح لي بالانصراف يا سيدي. انتظر يا ماكسيميليان. عمتما مساء أيها السادة. منذ متى أنت تتجسس على رجالي يا جوليوس؟ إنني أقوم بواجبي يا سيدي في تأمين البلاد، فأنتم تعلمون أننا مقدمون على أيام بها الكثير من الأحداث. لدرجة أن تتجسس على رجالي؟ أنا لا أستبعد أي شخص من دائرة الاشتباه. أنت إنسان وقح، كيف تجرؤ على قول مثل هذا الكلام؟ إن غيابك المستمر عن المدينة في حاجة إلى تبرير يا سيد ماكسيميليان. مرة أخرى تتجاوز حدودك أيها القائد. سيدي دقيانوس. كفى، يمكنك أن تنصرف الآن يا ماكسيميليان. جوليوس، أرجو ألا تشغلك خلافاتك الشخصية عن واجبك الأساسي. بالعكس يا سيدي، إنني لا أخشى هؤلاء المارقين الذين تنتشر الدعوة الجديدة بينهم انتشار النار في الهشيم، فأنا كفيل بهم، ولكن أخشى من الخيانة التي قد تأتي من داخل القصر. حديثك هذا يزعجني يا جوليوس. هل بلغك شيء من داخل القصر يؤكد كلامك؟ ليس بعد يا سيدي. إذن فلا تلقي بالتهم جزافا. هذا ما أعمل عليه يا سيدي.
كنت قد استطعت خداع دقيانوس فسيجيء اليوم الذي سأكشف فيه حقيقتك أمامه. اهذي يا جوليوس كما تشاء، فتهديدك لن يخيفني طرفة عين. ولا تظن أن زواجك من ابنته سيحميك من المصير المحتوم. لا يخفى علي ما يحيك بصدرك أيها الحقود. أرجو أن تبقى ثقتك ورباطة جأشك للنهاية، وسنرى من سيضحك أخيرا. يقول الله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ صدق الله العظيم، أي أن قصتهم ليست من الأمور العجيبة، فالآيات السابقة لها الدالة على أن الله قد جعل ما على الأرض زينة لها يأنس بها الإنسان ويميل إليها، دلت أيضاً على أن الله يبدل الأرض بعد أيام قلائل فتصبح ساحة جرداء لا يدع فيها أثراً للزينة، وذلك ليشعرنا أن الحياة الدنيا لا تستحق أن يركن الناس إليها. وهذا ما وقع لأصحاب الكهف إذ أنامهم الله 300 سنة وازدادوا 9، فلما استيقظوا لم يعدوا نومهم إلا كنوم يوم أو بعض يوم. وهكذا الإنسان يعيش في هذه الدنيا فيميل قلبه إلى زخارفها وزينتها، وينصرف عن التفكير في الحياة الآخرة، ثم تحين لحظة البعث حين يحيي الله الموتى ويوقظهم من نومهم الثقيل، ثم يسألهم: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. ويقول الله عز وجل كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. فليست قصة أصحاب الكهف بالأمر الجديد، بل إن الآيات الكونية حولنا تتكرر وتجري على الإنسان ما دام الليل والنهار. بسم الله الرحمن الرحيم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم من أرسلته رحمةً للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
وحققنا بشيء من خلقه، وعلمنا قليلا من أدبه، وأحي فينا وفي أمته هذه المعاني يا كريم. وبعد، فإن هؤلاء الفتية قد اعتزلوا أديان أهل الأرض إلا عبادة الله، ولأنهم قد استشعروا بأنهم في معية الله توجهوا إليه بدعائهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فاستجاب الحق سبحانه لفتية الكهف وبشرهم: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. صدق الله العظيم. إنه حسن الظن بالله وعدم اليأس من رحمته، فإن الله لا يخيب رجاء من لجأ إليه ولا يتخلى عمن آوى إليه. سيدي دقيانوس، ماذا وراءك يا جوليوس؟ نبأ سيء يا سيدي. ماذا هناك؟ لقد حطموا تماثيل الآلهة التي بالمعبد الكبير. من تجرأ وفعل هذا؟ وأين كان حراس المعبد؟ قتلوا يا سيدي، ولكن لن يفلتوا من يدي هذه المرة. اللعنات ستحل علينا إن لم نجد هؤلاء الخونة. انصبوا المشانق والصلبان، أشعلوا المحارق، لقنوهم درساً لا ينسى. أبي، ما هذا الذي يحدث بالمدينة؟ ألم تعلم بما حدث في المعبد الكبير ليلة أمس؟ علمت، ولكن ما ذنب كل هؤلاء؟ أراك متعاطفاً مع هؤلاء الرعاع يا ولدي. أنا لست ولدك، فأنت زوجة أبي، ولن تكوني أمي أبداً. مارتينيوس، تأدب. دعه يا زوجي العزيز، إنه رقيق القلب. سأذهب أنا لأرى هذا الحدث من الشرفة. لقد صدق جوليوس في ظنه يا ماكسيميليان. ماذا تعني يا سيدي؟ وأي ظن؟ الخيانة من داخل القصر. سيدي، أرجو ألا تصدق كل ما يقوله هذا المدعو جوليوس. لقد انكشف الأمر أمام عيني ولا أستطيع أن أنكره. ماذا تقصد يا سيدي؟ إنه ولدي مارتينيوس. ماذا به؟ لقد أعلنها أمامي بكل وقاحة. إنه يتمرد على الآلهة، بل ويزدريها. سيدي، إنه ما زال صغيرا، والشباب في هذه السن. إنه يتبع دين هؤلاء العبيد المارقين، ولا أستبعد أن يكون له يد فيما حدث بالمعبد الكبير. وأنا أخشى من كهنة المعبد، فهم أول من أدركوا حقيقته للأسف، ولا أستبعد أن يصل الخبر إلى جواسيس الإمبراطور الأعظم. أشر علي يا ماكسيميليان، أشر علي، ماذا أفعل؟ دعني أتحدث معه وسيكون كل شيء على ما يرام.
أيها القائد أنطونيوس، فلتخرج من بينهم البالغين من الرجال. أنت وأنت وأنت، من يريد منكم أن يبقى حياً فليدل على الخونة. نفذ الأمر الآن. سمعاً وطاعاً. إن هذا المجنون يقوم بمذبحة في حق الشعب. إنها أوامري انتقاماً للآلهة التي تحطمت. عجباً، ولماذا لم تدافع هذه الآلهة عن نفسها؟ ماذا قلت الآن يا مارتينيوس؟ ما سمعته يا أبي. إنك تردد كلام هؤلاء المارقين. إنني أردد كلام العقل يا أبي. أنتم تعبدون آلهة صماء لا تضر ولا تنفع. إذن فأنت واحد منهم، ولا أستبعد أن تكون أنت وآخرون من اقتحم المعبد وقتل حراسه. ليتني كنت معهم. مارتينيوس، سأتظاهر بأني لم أسمع شيئا، ولكن تأكد أني لن أتورع عن فعل ما يتوجب علي تجاهك إذا تم كشف أمرك أنت وأمثالك. تريدون هدم نظام الدولة؟ بدون هذه الآلهة وبدون هذا المعبد وكهنته ينهار سلطاننا. إنه نظام أقيم على شفا جرف هار سيهوي بكم جميعا إلى الجحيم. ماكسيميليان، في أعماقي إحساس لا يفارقني بأنك ستغادرنا. علينا أن نتقبل أقدار الله ونرضى بمشيئته. ولكني لا أحتمل هذا، لا أحتمل. أستحلفك بالله، قل لي ماذا يدور بعقلك؟ لقد أثار جوليوس الشكوك حولي أمام أبيك. ماذا يريد منا هذا اللعين؟ اسمعي يا هيلين، عاجلا أم آجلا سيحدث ما نخشى، وهذا ما دعاني لاقتناء دار لك خارج المدينة. أنا لا أطيق الحياة بدونك، فليس لي أحد سواك. هل نسيت الله يا هيلين؟ لا أحد لنا سوى الله. أنت من هديتني ودللتني على الطريق إلى الله. ليس لنا سبيل سوى التوكل على الله والتسليم لإرادته. إن الأرواح جنود مجندة تتآلف وتتعارف ما كانت على العقيدة الواحدة، فأهل الخير يتعارفون ويتآلفون ولو كانوا من بلدان شتى، وهكذا تآلف أصحاب الكهف. ومن الدروس العظيمة التي انطوت عليها هذه القصة أن الشباب من أهل الإيمان أسرع إقبالاً على الحق من الشيوخ، وكيف أن الله إذا هدى الشباب تمسكوا بإيمانهم أكثر من غيرهم، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم شباباً، لأن الشيوخ قد عتوا في الباطل واستمروا عليه فترة طويلة، فقست قلوبهم ولم تلن لدعوة الحق والتوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا فرجا وفرحا وسرورا، تكشف قصة أصحاب الكهف انتصار الإيمان على الأسباب المادية، فالفتية قرروا الخروج من المدينة فرارا بدينهم. عندما وضعوا أمام الاختيار الصعب، عقيدة بغير حياة أو حياة بغير عقيدة، فاختاروا العقيدة، فأفسح لهم الإيمان الرؤية وأخبرهم أن أرض الله واسعة. كانت فكرة بقائهم في المدينة وتعريض دينهم للخطر تبدو فكرة مستحيلة، ومن ثم استقر عزمهم على الخروج من المدينة، وكان إيمانهم بالله وحرصهم على عقيدة التوحيد أغلى من بقائهم في بيوتهم ومن كل متع الحياة التي نشأوا فيها. لقد كان مارتينيوس أكثر شجاعة منا. لقد تهور أخي ولم يكترث بالعواقب كم أخشى عليه من بطش أبي. يبدو أنه قد حانت لحظة الحقيقة والمواجهة. تريث يا زوجي ولا تدفع أبي لأن يفعل ما لا يحمد عقباه. وأنا لا أستطيع أن أفعل ما يخالف إيماني. سيكون أبي ساعتها كالأسد الجريح ولن يتورع عن فعل أي شيء. فلنرحل من هنا إذن. اتركوني، ماذا فعلت؟ اتركوني. لماذا تأخذونني؟ إنني أصنع تماثيل الآلهة وأبيعها. دعوني، أنا لم أفعل شيئاً، دعوني. قيدوهم، هيا. إنهم مارقون ويتبعون هذا الدين الجديد، لا تأخذنكم بهم رحمة. هيا لا تتكاسلوا،
أسرعوا! هيا أيها الكسالة، تحركوا! أراك قد أخطأت حين كشفت حقيقة إيمانك أمام أبيك يا مارتينيوس. لم أعد أكترث بأية عواقب، لقد ضقت ذرعا بما يحدث. أريد أن أجاهر بإيماني أمام العالم أجمع. إلى متى نكتم إيماننا أيها الرفاق؟ ألسنا على حق؟ بلى. مهلا يا إخوتي، لا نريد أن ننزلق إلى أية حماقات، فالعيون تترصدنا ولن يتورع دقيانوس عن فعل أي شيء. لو بقينا مع هؤلاء القوم فتنون في ديننا وعذبونا. نترك إذن هذه البلدة وما يعبدون. وإلى أين نذهب؟ إن أرض الله واسعة. وهذا ما استقر عليه عزمي أيضا، ولكن علينا أن نكتم إيماننا حتى تحين اللحظة المناسبة للنجاة بديننا. صمتا، توقفا. ماذا هناك؟ هناك من يراقبنا ويتسمع لما نقول. من هذا؟ إنه الجاسوس الذي يطلق جوليوس، إنه يسير خلفنا في كل مكان. ترى هل سمع شيئا؟ سأتولى أمره وأخرس لسانه إلى الأبد. ماذا تقول يا مارتينيوس؟ أخبرت أباك بحقيقة إيمانك، هل جننت؟ هذا ما حدث، لم أتحمل رؤية ما يحدث من ظلم واضطهاد، فنطق لساني بما كتمه قلبي. إنه قلبي أنا الذي سيخلع من مكانه لو حدث لك مكروه أيها الحبيب. كم أشفق على أبي وأنا أراه على طريق الشرك والضلال. وما الذي تنتويه؟ لا أدري، أنا في حيرة من أمري، وأريد أن أفر بإيماني من أبي وزوجته والناس أجمعين. وتتركني يا مارتينيوس؟ هل هذا هو وعدك لي؟ لم يعد لي مكان في هذا البلد. وأنا؟ أنا أيها الحبيب؟ فلتأتي معي إذن. إلى أين؟ لا أدري، لا أدري. ما هذا؟ احفظي هذه المخطوطة. ماذا بها؟ كلمات الرب، عسى أن تحفظك. أشهدك يا إلهي، أشهدك أني أتبرأ إليك من هذا الأب المشرك الضال. لقد أنقذتني يا إلهي بأن هديتني على يد زوجي، فوضت أمري إليك يا الله، فوضت أمري إليك، فاللهم احفظ لي زوجي، اللهم احفظ. وإن شاءت إرادتك أن تدعوه إليك فلتكن مشيئتك، ولتشملني عنايتك، ولتلهمني الصبر على فراقه. إلهي ساعدني يا إلهي، إن الحيرة تملأني، لا أدري كيف أصنع. لا أريد أن يسجد وجهي لغيرك يا إلهي، ألهمني سبيل الرشاد. إن الظالمين يتحكمون في كل شيء، متى ستكسر شوكتهم وتدمر قدرتهم؟ اللهم لا تحرمنا رحمتك، وقف بجانبنا يا الله
في هذه المحنة. يحكي لنا القرآن الكريم في سورة الكهف كيف نصر الله الفتية المؤمنين السابقين للبعثة النبوية الخاتمة بأن آواهم إلى الكهف وحال بينهم وبين أعدائهم، كما نصر الله نبينا صلى الله عليه وسلم أثناء هجرته إلى المدينة بالاختباء في الغار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على الحبيب المرتضى وصفوة خلقك المجتبى وعلى آله وسلِّم. إن قصة أصحاب الكهف هي قصة عجيبة كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم، وما يجري للناس جميعاً من ابتلائهم وفتنتهم بزينة الدنيا وغفلتهم عن أمر المعاد ثم بعثهم يوم القيامة وهم يحسبون أن لبثهم في الدنيا لم يكن إلا قليلاً، كل هذا مشابه تماماً لما حدث لأصحاب الكهف، فقد أنامهم الله هذه المدة المديدة ثم أيقظهم ليفهم منكر المعاد والبعث أن الموت والإحياء كرقود أصحاب الكهف واستيقاظهم تماماً. لقد آوى الفتية إلى الكهف تحصناً وتحرزاً من فتنة قومهم لهم، ففروا إلى الله وتضرعوا إليه ولم يتكلوا على أنفسهم. إن اللجوء إلى الله سمة المؤمن، فهو سبحانه نعم المعين ونعم النصير، فآواهم الحق وأغدق عليهم مما طلبوا من الرحمة والهدى والرشاد. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. ماكسيميليان، أراك تأخذ معك زاداً، إلى أين تذهب؟ إنه بعض الماء فقط. لم تجب عن سؤالي بعد، هل تنوي الذهاب إلى ذلك المكان للعبادة؟ أريد أن أسأل الله العون، فإننا مقدمون على محنة عصيبة. أية محنة يا زوجي؟ لقد أثرت قلقي. سيتم افتتاح المعبد الكبير بعد أيام،
استعداداً لقدوم الإمبراطور أدريانوس. وماذا في ذلك؟ سيكون علينا ساعتها تقديم القرابين والسجود لآلهتهم. ولن تستطيع التخلف وباقي الرفاق. هل أدركت ما أعانيه يا هيلين؟ أدركت يا زوجي الحبيب، أدركت وأدعو لك. رعاك الله. من هذا الذي يتبع السيد ماكسيميليان؟ من هذا؟ إنه الجاسوس الذي يطلقه جوليوس. حسناً، سأذهب خلف هذا اللعين. سأتولى أمره وأخرس لسانه إلى الأبد. لا يا مارتينيوس، ابق أنت. إلهي، ساعدني يا إلهي، إن الحيرة تملأني، لا أدري كيف أصنع، لا أريد أن يسجد وجهي لغيرك يا إلهي، ألهمني سبيل الرشاد، إن الظالمين يتحكمون في كل شيء، متى ستكسر شوكتهم وتدمر قدرتهم؟ اللهم لا تحرمنا رحمتك، وقف بجانبنا يا الله في هذه المحنة. هل فرغت من مهمتك أيها الجاسوس؟ سيدي ميشلينيا، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ أنا كنت لقد كنت خارج المدينة وأنا عائد إلى داري. أراك لا تحسن الكذب. ماذا ستفعل يا سيدي؟ لقد قضيت عمري في خدمة الإمبراطورية وسيدي دقيانوس. إنك تخدم فقط من يدفع لك. يعلم الله وحده كم من موحد تم اعتقاله وإعدامه بسببك. إنها أوامر سيدي جوليوس، وأنا يهودي أعبد الله وحده، فأنا موحد مثلكم. شر البلية أن يقوم موحد يهودي بمعاونة أسياده الوثنيين ضد أمثاله من الموحدين. سيدي سامحني يا سيدي، لقد أخطأت. انهض انهض ودافع عن نفسك. لا أستطيع أن أرفع السيف بوجه ولي نعمتي، لا أستطيع. السيف أمامك، خذ ودافع عن نفسك. ولكنك لا تحمل سيفاً. إنها فرصتك إذن، إننا وحدنا هنا، فإما أن أموت أنا أو تموت أنت. بل تموت أنت. هذا جزاء الخائن أيها الجاسوس الحقير. جوليوس، تعال لترى هذا المشهد. ما هذا؟ إنه جواد حسقيال الذي أعطيته إياه ليتبع ماكسيميليان. أليس هذا المسجى على ظهر الجواد هو رجلك؟ بلى هو. لقد فعلها ماكسيميليان. أشك أن يكون ماكسيميليان هو من فعل هذا. سوف نرى، ولن يفلت من يدي من فعل هذه الفعلة.
مش لينيا، ماذا تقول؟ قتلت هذا الجاسوس؟ ماذا كنت تريدني أن أفعل؟ وقد رأيته أنا ومارتينيوس وهو يتبعك وأنت في طريقك للكهف. لقد أثرت علينا هذا الثور الهائج جوليوس. لم يعد لنا بقاء في هذا البلد الضال. إننا مقدمون على ابتلاء ولا نريد أن نفتن في ديننا، وعلينا أن نتدبر أمرنا بسرعة قبل هذا الاحتفال المشؤوم. هل تدرك خطورة ما تقول يا جوليوس؟ سيدي، سبق أن حذرت من الخونة داخل القصر. ما الذي يحدث حولك يا ديقيانوس؟ الخيانة تأتيك من أقرب الناس إليك ومن هؤلاء الذين تظاهروا بالولاء والشرف. يا لها من طعنة غادرة سيدي ديقيانوس. ومع ذلك فكلامك يحتاج إلى دليل لا يرقى إليه الشك. الأمر يسير يا سيدي. كيف؟ سيتم تنصيب تماثيل الآلهة بالمعبد بدلاً من تلك التي تحطمت. وبعد؟ واحتفالاً بهذه المناسبة يحضر جميع رجال القصر لتقديم القرابين والسجود للآلهة. نعم، يحضر الجميع وعلى رأسهم من ذكرت أسماءه. الجميع يا سيدي؟ الجميع بلا استثناء. ما الذي طلبه أصحاب الكهف حين أووا إلى الكهف وهم في شدة البلاء والملاحقة؟ إنهم سألوا الله الرشد دون أن يسألوه النصر ولا الظفر ولا التمكين، فقالوا: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فالرشد هو إصابة وجه الحقيقة، هو السداد والسير في الاتجاه الصحيح. فإذا أرشدك الله فقد أوتيت خيرا عظيما وبوركت خطواتك. وبهذا يوصيك الله أن تردد: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. صدق الله العظيم. وجاء اليوم الموعود، يوم الامتحان والابتلاء والمحنة، اليوم الذي يحتفل فيه هؤلاء الوثنيون بآلهتهم المزعومة، ويكتشف الحضور غياب ماكسيميليان ورفاقه. فيومئ ديقيانوس إلى جوليوس الذي يتحرك مع جنوده إلى خارج المعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك، وعلى جميع أنبياء الله ورسله، آمين. إن هجرة الوطن أمر صعب، ومفارقة الأهل عسيرة، ولكن الله ييسر على أهل الحق عندما يهاجرون ابتغاء وجهه. والذي فعله أصحاب الكهف في الحقيقة هو نوع من الهجرة، لأنهم تركوا وطنهم لله، فارقوا أهلهم لله، خرجوا واجتمعوا في ذلك المكان فراراً إلى الله. والله سبحانه وتعالى جعل قصتهم عبرة، وجعلها ممتدة عبر الأجيال، حتى سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتية كانوا في الزمن الغابر، ما نبأهم وما خبرهم وما الذي جمعهم؟ وجاءت اللحظة الفاصلة، خرج المؤمنون في جوف الليل بعد أن عزموا على فراق الوطن والأهل فرارا إلى الله. كريستينا، كريستينا، لقد اعتقلوا زوجي. ولماذا تلجئين إلي ولم تذهبي لوالدك؟ لقد رفض مقابلتي، رفض. لقد كشف ماكسيميليان عن خيانته وخيانة رفاقه. كريستينا، ليس لي أحد غير ماكسيميليان. توسطي لي عند والدي، فإنه يتأثر بكلامك. لقد دمر سمعة أبيك وكفر بالآلهة وغرر بأخيك. ماذا تفعلين هنا يا هيلين؟ ها؟ لعلك جئت تتوسطين للخائن. أعلم أنه لا جدوى من سعي، ولكني كزوجة مخلصة أسعى للعفو عن زوجي. عليه أولاً أن يسجد للآلهة. وعليك أنت يا هيلين أن تقنعيه بذلك. أسمعت؟ لا أدري هل يقبل بذلك أم لا، يجب أن أتكلم معه. حاولي معه، هذا هو السبيل الوحيد لنجاته. اذهب معها يا جوليوس. أمرك سيدتي. هيلين، زوجي، زوجي الحبيب، ماذا فعل بك؟ ما الذي جاء بك؟ اسمع يا ماكسيميليان،
هناك فرصة للخروج من هذا السجن. ماذا تقولين؟ أتمنى أن تفشلي في إقناع زوجك بالتوبة، عندها سيتحقق أمالان كبيران في حياتك. الأول أن أرى زوجك معلقاً على الصليب، أما الثاني هو أنت. لو كنت طليق اليدين لما جرؤت على هذا الكلام. أخرج من هنا أيها الحقير، أخرج. أمرك سيدتي. ما الذي أتى بك إلى هنا؟ جئت لأنقذك يا زوجي. وأنا أيضا أريد الخلاص، ولكن ليس من هذا السجن. فالحياة بالنسبة لي أصبحت سجنا أكبر أطوق للخلاص منه. لن أحتمل فراقك أيها الحبيب، فليس لي أحد سواك يا ماكسيميليان. لا أظن أنك قد نسيت الله يا هيلين. لا أحد لنا سوى الله. لقد عرفت الله من خلالك. لا تتوسلي لأبيك يا هيلين، ولكن توجهي إلى الله. ساعدنا يا الله، ساعدنا. سيدي، سيدي. ماذا بك؟ لقد هرب السجناء. من الذي هرب؟ أيها الأغبياء، كيف هربوا؟ ابحثوا عنهم في كل مكان، سدوا عليهم كل المنافذ. سمعا وطاعة. افتحوا الباب. ماذا يحدث هنا؟ من أنتم؟ افتح الباب يا سيدتي، يجب أن نفتش البيت. لن أفتح الباب حتى أعلم ماذا تريدون. ألم تعلمي بالأمر يا سيدتي؟ أي أمر؟ لقد هرب زوجك. لا أصدق ما تقول، كيف يهربون؟ يبدو أنك تكذب. أرجوك يا سيدتي افتحوا الباب، وإلا سنضطر إلى كسر الباب. حسناً حسناً، انتظر انتظر. ابحثوا في كل مكان. أي مجنون هذا الذي يهرب ثم يلجأ إلى بيته؟ لقد رآه البعض يا سيدتي. حسناً، البيت أمامك، ابحث كما تشاء. لن نعثر على أحد يا سيدي. أرأيت؟ إنكم تبحثون في المكان الخطأ، ابحثوا في مكان آخر. أعتذر عن الإزعاج يا سيدتي، ولكن تأكدي أننا سنعثر عليه. هيا أيها الجنود، هيا. دخل الفتية إلى الكهف ليختبئوا فيه ويأووا إليه، فقد كانوا في حاجة إلى مأوى يحميهم من الوحوش الكاسرة أو من أعدائهم، فكان الحل هو الكهف. أخشى أن يدركنا جنود دقيانوس. لن نطيل البقاء أيها الرفاق، فسوف نرحل من هنا قبل شروق الشمس. أشعر بالتعب والنعاس، وأنا أيضا لا أستطيع مقاومة النوم. أقترح أن يبقى أحدنا مستيقظا كي لا يباغتنا أحد. اطمئن يا سيدي، فكلبي سيقوم بهذه المهمة. إن الله يلقي بالنوم على عباده للطمأنينة، فألقى الله النوم على أصحاب الكهف كما ألقى النوم على الصحابة في بدر. فالنوم راحة للأجساد وطمأنينة للقلوب.
إلهي، لقد فر عبادك المؤمنون بدينهم إليك، فلا تمكن منهم أعداءك. إلهي، لقد لجأوا إليك، فلا تتخلى عنهم. إلهي، انصر دينك دين الحق، واطمس على أعين جوليوس وجنوده. اللهم لا تخذل من لجأ إليك، وخذل عنهم جنود الشرك والضلال. يا الله، يا واحد، يا أحد. خرج المؤمنون في جوف الليل يتقدمهم الراعي يمليخة، والكلب يسبقهم بمسافة لتأمين الطريق. لقد كانوا فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى وربط على قلوبهم. لقد ترك هؤلاء الفتية أهلهم وبلدهم ودورهم ورغد العيش، ولكن الله عوضهم بالإيمان والدين وخلد ذكرهم في كتابه. قصة تقرأها الأجيال على مدار الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله أجمعين، وبعد، فإن عزلة المسلم وفراره بدينه سنة متبعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يئس من كفار قريش خرج ومعه أبو بكر، وكذلك المهاجرون تركوا ديارهم وأوطانهم وأموالهم وأووا إلى المدينة كما أوى هؤلاء الفتية إلى الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، ولملئت منهم رعبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ماذا بكم أيها الجنود؟ حاول أن تدخل أنت يا سيدي ولكن لا أنصح بذلك. لقد ألقى الله على الفتية هيبة فلا يراهم أحد إلا خاف وفزع منهم. قال تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فألقى الله في نفسه أن يأمر بالكهف فيسد عليهم كرامة من الله ليحفظ أجسادهم فلا يجول ولا يطوف بهم أي كائن حتى يحييهم الله ويجعلهم آية لأمة تستخلف من بعدهم، وأن يبين الله لهم أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومرت الأيام والسنون والفتية ما زالوا نائمين لم يستيقظوا، وهنا تتجلى قدرة الله عز وجل حيث تطلع الشمس وتغيب وهم ما زالوا نياما يرعاهم الله بقدرته، فيبقي أعينهم مفتوحة طوال تلك المدة لأنها إذا بقيت مغلقة تتأذى، كما يقلبهم الله بقدرته حتى لا يصيب أجسادهم القرح والتآكل من طول مدة الاستلقاء والنوم. ومرت أجيال وأجيال ونسي الناس أمر الفتية النائمين في الكهف، ومات الحاكم الطاغية وجاء بعده ملوك وتبدلت معالم المدينة تماما. وتشاء قدرة الله سبحانه وتعالى أن يستيقظ الفتية من نومهم بعد مرور أكثر من 3 قرون. استيقظوا استيقظوا أيها الرفاق، إن قدمي تؤلمني بشدة. ترى كم من الوقت مضى علينا ونحن نائمون. لقد انصرم نصف النهار وأظن أن هذا هو الزمن الذي نمنا فيه. أظن أننا نمنا أكثر من هذا، ربما مر يوم بأكمله ولم نشعر بذلك نظرا لما حدث في الليلة الفائتة.
أشعر بالجوع الشديد. حسنا، من يحمل نقودا؟ أنا معي القليل من النقود. ولكن من سيذهب لإحضار الطعام؟ إن وجوهنا معروفة، وسينكشف أمرنا لو خرج أحد منا. سأذهب أنا يا سيدي، فإن أحدا لا يعرفني وأستطيع القيام بهذه المهمة. حسنا، تخير أفضل الطعام واحرص ألا يتبعك أحد أثناء عودتك. لا هذا، متى نبتت هذه الشجرة العالية؟ إنها لم تكن موجودة بالأمس، وهذه الغابة لم تكن موجودة من قبل. يا إلهي، هل أنا في حلم؟ تعجب الراعي أشد العجب عندما رأى المدينة وقد تغيرت معالمها، فالبيوت غير البيوت، وأناس لم يرهم من قبل. رأى اختلافا كبيرا في شكلهم وملابسهم ومنازلهم وطرقاتهم. يا إلهي، لقد فقدت عقلي وغاب عني صوابي. أين تماثيل الآلهة؟ وأين معابدهم؟ أيها البائعة، أريد طعاما بهذه الدراهم. ما هذا؟ من أين لك بهذه الدراهم؟ من أين أنت يا هذا؟ هل أصبت كنزا من كنوز الأولين؟ أي كنز يا هذا؟ لا تكن طماعا أيها الرجل، أتريد أن تستأثر وحدك بالكنز؟ يبدو أنك مجنون. مجنون؟ أنا المجنون؟ أيها الناس، لقد عثر هذا الرجل على كنز. تعالوا لتروا هذه النقود التي معه. تعالوا أيها الناس. تجمع الناس حول الراعي المسكين، وتدخل الجنود واقتادوه إلى الحاكم. من أين أحضرت هذه النقود أيها الراعي الطيب؟ إنها من عهد الإمبراطور إدريانوس. هذه نقودنا يا سيدي، لقد خرجنا بالأمس واختبأنا في الكهف فرارا بديننا من دقيانوس. يا إلهي، أتكونون أنتم أشراف هذه الأمة الذين فروا بدينهم من الطاغية منذ أكثر من 3 قرون؟ أين مقامكم الآن أيها المباركون؟ نحن نختبئ في كهف غائر في الجبال القريبة. سوف أذهب معك بنفسي، هيا. تقدم الحاكم الجميع حتى وصل إلى الكهف، وهناك خرج الفتية المؤمنون وانحنى أمامهم الحاكم والجميع خشوعا أمام المعجزة التي وقعت لهم في الكهف. أدرك أصحاب الكهف ما حدث، أدركوا أن الله حماهم حين حموا عقيدتهم، وأنه سبحانه دافع عنهم حين دافعوا عن التوحيد، وأدركوا أيضا أنهم لم يعد لهم مكان في التاريخ، لقد ذهب أهلهم وذهب زمانهم، وصاروا من جيل لم يعد يربطه بالحياة شيء، وتمنوا العودة إلى الله فرحمهم الله وأماتهم. وبعد، لقد كانت هذه القصة العجيبة بدلالاتها وفوائدها وعبرها آية للمؤمنين،
ورسالة واضحة لأولئك الذين يشككون في البعث وفي القيامة. فكان بعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك، وليدركوا ويعلموا أن وعد الله بالبعث حق، لأن حال الفتية في نومهم وانتباههم بعدها كحال من يموت ثم يبعث. قال تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. ونرى من القصة كيف يتعارف المؤمنون ويجتمعون، فعندما تكون العقيدة واحدة يكون الطريق واحدا. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً.